السلام عليكم. بالمحاضرة السابقة تناولنا الكيبل وشفنا انه يعطينا تصور على دوران فيكتور فيلد معين، وبعدين تناولنا ستوكس ثيورم وشفنا انه شلون تربط لي بين ذا لاين انتجرال اند سيرفيس انتجرال، وتطرقنا الى معادلات ماكسويل الاربعة اللي تتضمن انه واحدة من ادهن انه الكيبل للاتش دوران الماجنتيك فيلد انه يساوينا شنو، كيرل الاتش يساوينا جي، والدايفيرجنس للبي يساوينا صفر. اوكي، فهذني معادلات ماكسويل المتعلقة بالمغناطيسية. فان شاء الله اليوم راح نتناول ما يسمى بالسكيلر اند فيكتور ماجنتيك بوتنشلز. فاذا تقرا هنا we recall that some electrostatic field problems were simplified by relating the electric potential V to the electric field intensity E من خلال هاي المعادلة. يعني هنا مذكور اللي سويناه بالفصل الاول، اتفقنا انه اكو شابتر انه راح يسهل لنا ايجاد الكتيك فيلد انتنسيتي عن طريق ما يسمى بالسكيلر كوانتيتي، وهذا السكيلر كوانتيتي سميناه شنو، الكتريك بوتنشال في. وكان انه طريقة ايجاد الكتيك فيلد هو عن طريق انه الاي يساوينا ماينس جراديانت في، وشفنا انه التعامل مع السكيلر جدا يسهل الامور. يعني بعد ما عندك شيء اسمه دايركشن، ما عندك شيء اسمه يونت فيكتور، لا بس سكيلر كوانتيتي. فكان عمليه ايجاد الكتيك فيلد باستخدام السكيلر كوانتيتي جدا سهله. فهنا انا كاتب similarly we can define a potential associated with magnetostatic field H. فيقول بنفس الطريقة، بما انه اتفقنا من بداية هذا الفصل انه هناك تناظر بين الالكتريك والماجنتيك، فنفس الشيء يقول راح نتعامل ونسوي لنا سكيلر كوانتيتي خاصة بالماجنتيك فيلد اللي نسميه هنا شنو، ماجنتيك بوتنشال سكيلر اللي هو شنو، الفي ام. هنا سميناه في ام. ليش سمنا في ام؟ حتى نميزه من الكتيك بوتنشال لو كان شنو في، فعطينا شنو رمز في ام، والام معناه شنو، ماجنتيك. اوكي، وايضا باختلاف الكهربائيه راح نعرف شنو ايضا ماجنتيك فيكتور اللي هو راح نعطي رمز اي كابيتال. فهسه راح نتعامل انه شنو، to define VM and A لازم نخلي بالنا هذين المعادلتين المهمات، انه الكيرل للجريدينت لازم يساوينا صفر. اوكي، لان الجريدينت هو يعطينا اتجاه اقصى تغير. فاذا اقلك ما هو الكيرل للجريدينت فاكيد راح تقلي يساوينا صفر لان ماكو دوران. نفس الشيء الدايفيرجنس للكيرل، هذا هو الكيرل، لما اجي اجد الدايفيرجنس راح تقول لي اكيد يساوينا صفر لان قاعد يدور حول نفسه، ماكو اي شنو، اي تشتت. فهذين المعادلتين المهمات لازم نخليهم بالنا حتى نشتق علاقة الفي ام مع الماجنتيك فيلد، وايضا علاقة الماجنتيك فيكتور الاي ويا الاتش. just as E يساوينا minus gradient V we define the magnetic scalar potential Vm in amperes as related to H. هنا فقلت لك انه شنو سوينا، تكافؤ انه الاي يساوينا minus gradient V بالشكل. فنفس الحالة بالمغناطيسية ايضا راح نكتب H يساوينا ماينس جريدينت للفي ام. فبعدين راح اشوف انه فروم بوينت فورم اوف اومز لو اللي هو جي يساوينا كيرل للاتش، واذا عوض الاتش هنا
بالقانون الجديد اللي هو ماينس جراديت للفي ام، راح يشوف انه هذا القانون، هذا القانون انه الكيرل للجريدين شنو اتفقنا لازم يساوينه؟ لازم يساوينه صفر، لازم رياضيا لازم يساوينه صفر. بما معناه، بما معناه انه الجي شنو قيمته لازم اذا عوضنا الاتش ناقص جريدت في ام؟ لازم الجي شنو قيمته دائما؟ لازم صفر. هنا اتذكر لك however the curl of the gradient of any scalar is identical to zero. Therefore we see that if h is to be defined as the gradient of scalar magnetic potential then current density must be zero throughout the region in which the scalar magnetic potential is defined. يعني كأنما قاعد يقول لك تقدر تستخدم هاي المعادلة الجديدة اللي هي h يساوي ماس جريدينت لل vm، بس بالشرط لازم تخلي هذا الشرط انه j يساوينه صفر، والا رياضيا هاي حلك خطا وكل معادلاتك خطا، فلازم تخلي انه هاي المعادله ما تطبق الا باستيفاء هذا الشرط انه j يساوينه صفر. فنفس الشيء هنا ايضا راح نفس ما شفنا انه السكيلر بوتنشال v انه طبق عليه معادلة اللابلاس والبويزنز إكويجن بالفصل الأول، نفس الشيء هنا يقول لك إنه VM also satisfy لابلاس إكويجن اللي هي وينها؟ هاي لابلاس إكويجن إنه دلتا V لل VM يساوي صفر، نفس ما خذينا باللابلاس إكويجن للكهربائية إنه دلتا V للفي يساوي صفر، فنفس الشيء هنا قاعد يقول لك انه لهذا السكيلر ايضا يحقق لابلاس اكويجن، بس ايضا بالشرط انه شنو؟ لازم تحافظ على هذا الشرط انه جي يساوي صفر. فشلون وصل الى هاي النتيجه؟ وصل الى هاي النتيجه، شنو استخدم هاي معادلتين؟ انه الدايفرجنس للمانيتك فلكس دنسيتي البي يساوي لنا شنو؟ صفر. في هاي خذيناها من ضمن معادلات ماكسويل الرئيسية، وأيضا لأن إحنا فيزيائيا ماكو أي تشتت للماجنتيك فيلد، صح ولا لا؟ لأن هو دائما يدور حول نفسه، فبالتالي لازم يساوي صفر. إذا تعوض البي شنو تعوضه؟ بالإتش، بس لازم تضرب شنو؟ بالميو. بعدين الإتش تعوضه بمن؟ بالسكيلر ماجنتيك اللي هو الفي إم. فشو راح يصير عندك؟ دايفيرجنس للجريدينت اللي هو شنو رياضيا سميناه بالفصل الاول بالكهربائيه سميناه دل تربيع، فدل تربيع للفي ام يساوي صفر ليتحقق معادله لابلاس اكويجن. فقيل لك هنا if no current i is enclosed by the path يعني شنو جي يساوي صفر، then a single valid potential function may be defined as VM من A إلى B يساوي ناقص تكامل من B إلى A H dot DL. هسه تقول لها شلون طلعنا هذا القانون؟ طلعنا هذا القانون إنه شنو؟ مثل ما عرفنا إنه ال H يساوي ناقص gradient لل VM. فإذا تريد تطلع ال VM وال gradient هذا ال gradient هو ما هو إلا partial derivative. فتريد تطلع ال VM، فشلون تتخلص من partial derivative؟ فأكيد لازم تكامل الطرفين، ما نقيض الاشتقاق شنو التكامل، فبالتالي تقدر تتخلص من الجريدينت. فشو راح يصير عندك هنا إذا تكامل الطرف الثاني؟ ناقص تكامل H dot DL، لأن أنت وين قاعد؟ باث مسار طولي، والمسار مالته يبدي من من B إلى A. اوكي، فمنا طلعنا انه الفي ام نقدر نستخدم هاي المعادله لايجاد المانيتك سكيلر اللي هو الفي ام. هاي بخصوص المانيتك سكيلر، شفنا انه يفيدنا لايجاد شنو؟ ايجاد المانيتك فيلد نفس ما سوينا بالكهربائيه. بس هسه شنو راح يصير عندنا شيء جديد؟ انه بالمغناطيسيه اكو شيء اسمه فيكتور مانيتك بوتنشال. فكتر بالكهربائية ما كان عندنا هذا الشيء، عندنا فقط سكيلر.
فخلنا نشوف شنو هذا الفكتور ماجنتيك بوتنشال. This vector field is one which is extremely useful in studying radiation from antennas as well as radiation leakage from waveguides and microwave ovens. The vector magnetic potential may be used in regions where the current density is zero or non-zero. فملخص الكلام هنا يقول لك الماجنتيك او الفكتور ماجنتيك بوتنشال جدا مهم لايجاد راديشن من هوائيات او الويف جايدز عن طريق السيموليشن سوفت ويرز. جميع البرامج اللي تسوي محاكاه للهوائيات تستند الى هذا المبدا انه شلون تستخدم فكتور ماجنتيك بوتنشال لايجاد الاشعاع الناتج من هوائي معين. فالشيء المميز بالفكتور ماجنتيك بوتنشال انه تقدر تستخدمه سواء المنطقه بيها كمنت او ما بيها كمنت، بينما بالسكيلر ماجنتيك بوتنشال كان فقط احنا محددين وين انه لازم شنو الكمنت، شنو لازم عندنا يساوي لنا صفر. فحتى نشق هنا اذا نشوف انه الدايفيرجنس للبي اكيد يساوي لنا صفر. بعدين كاتب لك divergence of the curl of any vector field is zero نفس ما نعرف، فراح نعرف انه ال B راح يساوي لنا دول كروس A، وال A اللي هو شنو vector magnetic potential وحداته ويبر لكل متر. فهنا شلون استنتج هذا الشيء انه B يساوي لنا دول كروس A؟ قاعد يقول انه بما انه divergence لل B يساوي لنا صفر، فشون اسوي هاي المعادلة اللي هو دايفرجنس البي قيمتها يساوي الصفر؟ راح افرض البي، هذا البي افرضها انه ما هي الا كيرل للاي، وهذا الشيء صحيح لان الدايفرجنس للكيرل يساوي الصفر، بس كيرل انمن كيرل الى فكتور معين سميناه شنو اي كابيتال، وتسميته شنو فكتور ماجنتيك بوتنشال. يعني هاي كأنما فرضية رياضية حتى نوصل نحقق انه divergence للبي هنا يساوي الصفر. فبالتالي طلع لنا قانون جديد اللي هو هذا، انه نستطيع من خلال ايجاد قيمة البي اللي هو نفس الاتش نفس ما اتفقنا، بس عن طريق ما يسمى شنو الماجنتيك بوتنشال فيكتور اللي هو الاي. ف هنا راح يقول لك نفس ما عرفنا بالكهربائية ال V ما هي إلا تكامل DQ على 4 باي إبسلون نوت R، وهذا قانون الفولتية اللي هو قانون العام DQ وكاملناه على 4 باي إبسلون نوت R. نفس الشيء راح نعرف ال A هنا، يعني نفس ما قلنا قوانين المغناطيسية تكافئ شنو تكافئ قوانين الكهربائية. فراح يقول لك انه الـ A يساوي انه تكامل للاين كمنت ميو نوت اي دي ال على 4 باي ار، نفس الشيء اذا سيرفيس كمنت، نفس الشيء اذا فوليوم كمنت. فشنو الفرق بين ذيم اللاين والسيرفيس والشيت؟ الفرق انه توزيع الكمنت، هنا شيت هنا لاين هنا شنو فوليوم، بس المقام دائما يبقى نفسه اللي هو 4 باي. هنا مذكور لك for the vector magnetic potential field about a differential filament located at the origin in free space. هنا راح يبدي انه حالة special انه عندك line current موجود وين بالorigin على z axis هنا، فراح شلون يشتق ال A إلي. ف خذ الديفرنشال إليمنت فطلع الدي اي، بعدين انه اذا نريد نطلع انه عند نقطة بي نطلع الماجنتيك بوتنشال فيكتور عند النقطة بي، راح نشوف انه نطلع الار كابيتال اللي هو من الاوريجين الى هاي النقطة، اكيد راح تطلع لنا شنو ووتر بي زائد شنو زائد زد تربيع نفس ما نعرف الديستنس بتوين تو بوينت، تعوضه وين بالقانون هذا الار تجيبه هنا،
وعندك ال dl، شنو ال dl هنا؟ اكيد راح يصير dz باتجاه الاي بار z، او نقدر نكتبه بهالشكل انه daz باتجاه z axis يساوي ميو نوت في ال i dz على 4 باي تحت الجذر رو تربيع زائد z تربيع. فبالتالي ال phi components والرو components مال a يساوون صفر. شلون عرفنا؟ من القانون اصلا، من القانون، يعني قانون شنو عندك انت هنا؟ هذا هو القانون، خلي نجي لهنا، هذا هو القانون. لو شوف هنا شنو المميز عندك هنا، ال r هو سكيلر، هذا سكيلر، بس شنو يعطيك الفكتور كومبوننتس مال a؟ dl، هنا dl. فال dl عرفنا انه dz باتجاه ال a بار z، فاكيد ال a راح يصير فقط باتجاه ال a بار z، يعني ما تقبل غلط. فمباشرة تكتبه بهالشكل وتستنتج انه ال a هي فقط باتجاه ال a بار z. اذا نكمل هنا، in order to find the magnetic field intensity، يعني read ال h، read ال h، وعندك شنو؟ لقيت ال a، لقيت ال a. فاحنا شنو عندنا؟ عندنا انه ال h يساوينا minus gradient لل vm، بس هل انا عندي scalar potential لو vector potential؟ اكيد هذا ما راح يفيدني هنا scalar potential، لان شنو عندي؟ عندي current i، واحنا قلنا اذا نريد نستخدم scalar potential لازم ال i وال j يساوون صفر، والا ما تقدر رياضيا. فاكيد راح نجي نعمل للمانتك فيكتور بوتنشال اللي هو قانونه ال b يساوي لنا دول كروس a. فاذا تريد تطلع ال h، ال h علاقه مع ال b اللي هو ال b يساوي ميو في ال h، فال h راح يساوي 1 على الميو، ف 1 ميو نوت في دول كروس a. اوكي، بهالشكل هذا. فهنا نفس الشيء، انه ذاكر لك انه هذا قانون. طبعا هنا دي اي لان احنا ماخذين differential elements. فبعدين تسوي الكيرل او الكروس برودكت ويا من؟ مع الزد اكسس بالسلندريكال كوردينيت سيستم. ليه السلندريكال كوردينيت سيستم؟ لان هو عبارة عن افضل نظام احداثي نقدر نتعامل وياه بهذه البروبلم. نكاتب لك هنا we use cylindrical coordinate system لان هو كأنما نظام اسطواني، لان اتفقنا اذا عندك line الماتيك potential راح يدور بهالشكل. فشنو افضل نظام نتعامل به اللي يوصف لنا الماتيك potential field اللي هو النظام الاسطواني. فهنا بعد ما سوى الكيرل راح يطلع لك بهذا الشكل بالنظام الاسطواني، واحد على ميو نوت حسب القانون اللي راح يعطى لك بالكيرل. فسوي له اشتقاق انمن مع الرو، وراح تطلع النتيجه باتجاه الاي بار فاي، وهو الشيء الصحيح المتوقع. يعني اذا عندك هذا اللاين يحمل التيار كرنت، فراح يكون المانتك فيلد راح يكون باتجاه الاي بار فاي، راح يطلع لك انه i dz على 4 باي رو على تحت الجذر رو تربيع زائد زد تربيع اوس 3 على 2، which is easily shown to be the same as the value given by the Bio-Savart law. اذا ترجع للمحاضره الاولى Bio-Savart law اللي اشتقينا بها ال differential field intensity ل line current محدد، راح اشوف انه نفس القانون، بس هالمرة مين؟ هالمرة اشتقيناه عن طريق استخدام شنو؟ magnetic potential vector. فهي عدة طرق، يعني يا اما تلجأ للبايو سافارت، يا اما تلجأ magnetic potential vector، اوكي؟ او تلجأ الى potential scalar، بس بشرط انه لازم ال i هنا وال j يساوينا شنو؟ صفر. إذا ناخذ هذا المثال راح نشوف إنه للـJ يساوي لنا K رو تربيع باتجاه الـ A بار Z، يعني هنا مطيك J، يعني مباشرة انسى شيء اسمه scalar potential
واضح؟ لازم نركز على magnetic potential vector. فخلنا نكمل هنا. Use Ampere's law to find the magnetic field intensity H. Then use it to find شنو magnetic potential A. If A يساوي صفر at rho يساوي لنا A. يعني أول شيء استخرج ال H باستخدام شنو Ampere's law. بعدين جد شنو magnetic potential vector. فهنا ال H dot dl راح نشتغل على هذا الطرف اللي هو ال H dot dl. هو شنو المطلوب؟ مطلوب ال H. فراح كتب لك انه ال H ما هو الا H phi باتجاه ال A bar phi. شلون عرف هذا الشيء؟ انه ال H هي فقط component باتجاه ال A bar phi. شلون عرف؟ هو مكتوب لك J باتجاه ال A bar z. يعني كانما عندك line هنا وبي شنو؟ بي تيار I أو J. J يساوينا K وتربيع باتجاه الـ A bar Z. شنو تتوقع الـ magnetic field يكون باتجاه من؟ أكيد راح يكون شنو؟ باتجاه الـ A bar Phi. فهمنا كتب إنه H of Phi باتجاه الـ A bar Phi. والDL DL أكيد أيضا راح ياخذه باتجاه من A bar Phi، وإلا ما يصير عندك شنو؟ دوت هنا. فلازم ايضا باتجاه الاي بار فاي. فشنو دي ال بالسلندريكال كوردينيت باتجاه الاي بار فاي؟ اكيد ما هي الا رو دي فاي. وتكامل دي فاي اكيد من صفر الى 2 باي اللي هو على طول شنو هذا المسار. اوكي من صفر الى 2 باي. فراح يطلع لك انه ال اتش اوف فاي ما هي الا مضروبة في 2 باي يساوينا اي انكلوز. بترتيب المعادلة راح يطلع ال H ما هو الا I enclosed على 2 باي و باتجاه الاي بار فاي. وهذا الشيء متوقع انه من المانتيك فيلد مال لاين عن طريق امبيرز لو يطلع لنا بهذا الشكل ال I enclosed على 2 باي و والاتجاه مالته باتجاه الاي بار فاي. بس هل هو هذا الحل النهائي لايجاد ال H؟ لا. لو تشوف هنا بالبصل شنو عندك؟ I enclosed واللي هو مجهول لحد الآن. فشون أطلع I enclosed؟ أطلعه باستخدام شنو؟ J. J أسوي له J dot شنو؟ DS. بما أنه J باتجاه الأي بار Z، فDS راح يصير أيضا باتجاه الأي بار Z. شنو هي DS باتجاه الأي بار Z بالcylindrical coordinate system؟ أكيد راح تكون رو هنا رو دي رو دي فاي. وطبعا دي فاي من صفر الى 2 باي والرو من صفر الى رو، يعني لا على التعيين سماه رو. فبعد ما تكامل جي دوت دي اس راح يطلع لك بهذا الشكل. تعوضه وين؟ تعوضه هذا بالبسط ماي اي انكلوز، بحيث يصير عندك هنا القيمة النهائية لل H اللي هي كي رو تكعيب على 4 باتجاه الاي بار فاي. هنا لما وصلت هاي اقول هي هاي النتيجة النهائية لل H. لو شوف ما هي الا K اللي هو constant، رو يعتمد على انت وين موجود بعدك عن اللاين كمنت، على 4 والاكيد باتجاه الاي بار فاي. لحد الان حلينا نص السؤال اللي هو ايجاد ال H. الان هو النصف الثاني هو ايجاد ال A capital. فنفس ما نعرف هنا انه ال A capital انه دول كروس A يساوينا شنو؟ يساوينا B، او بمعنى اخر دول كروس A يساوينا ميو في ال H. اوكي منا راح نستفاد من هذا الشيء لايجاد قيمة ال A. فاول شيء انه ميو في ال H تكتبه هنا. بعدين دول كروس A بالسلندريكال كوردينيت سيستم هذا القانون يعطى لك كله، شو راح يساوينا؟ يساوينا بي او يساوينا شنو؟ ميو في الاتش اللي هو هذا. جيبه وين؟ هنا. فهنا انت العليك هنا شو راح تسوي لايجاد الاي؟ لايجاد الاي هنا نطبق قانون التماثل بتوين الطرفين. يعني شنو معناته؟ تتذكر بالاعداد الكومبلكس كنا اذا عندك مثلا A بلس
JB is in C plus JD. صار له هاي too complex. كنا نقول ال A يساوينا C وشنو بعد وال B يساوينا D، يعني ال real ويا ال real وال imaginary ويا ال imaginary. فهنا نفس الشيء عندك طرفين. إذا نوخر ذني هسه عندك طرفين، طرف هو هذا باتجاه الأي بار فاي. شنو اللي كافئة من دل كروس A اللي هو الكيرل دل كروس A؟ شنو كافئة؟ شو تقولون؟ أي بار رو، أي بار فاي، لو أي بار زد؟ أكيد راح يكون الجواب هو هذا الحد. فهذا يساوي بهذا، يعني شو راح يطلع عندك؟ ميو كي وتكعيب على 4 يساوينا شنو؟ باشل A باتجاه الرو باشل زد ماينس باشل A زد على باشل رو. فهنا طلعت لك هاي المعادلة. احنا نفس ما قلنا الغرض هو ايجاد الاي كابتل، وقاعد اشوف انه بالطرف الايسر عندك شنو؟ عندك مشتقة. فشو تتخلص من المشتقة؟ تتخلص من المشتقة عن طريق انه شنو؟ اكيد لازم تكامل. هنا المشكلة بهاي المعادلة، المشكلة انه عندك هذا الطرف وهذا الطرف، انه واحد المشتقة مع الزد وواحد مشتقة مع الرو. فتكامل المن، تكامل للزد، تكامل للرو. فإذا شوف الطرف الثاني المهم هذا الطرف، شوف انه شنو بي من variables. راح اشوف انه بي عبارة عن رو فقط وليس زد، بما معنى انه الA capital هي function element للرو. فأكيد هاي هذا السكشن راح يتكنسل لأن الA ليست بدلالة الزد. واضح؟ أحب أنه أشدد على النقطة أنه عن طريق استخدام الطرف الأيمن تقدر تتنبأ أنه الA capital هو بدلالة من؟ بدلالة الرو، بدلالة الزد، بدلالة الفاي. لازم تفهمون هاي القضية أنه شلون عرفت الA هو بدلالة الرو؟ عن طريق النظر إلى الطرف الأيمن، شوف الفاريبلز، شنو الفاريبلز موجودة؟ عندك فقط شنو؟ عندك هنا فقط عندك رو. رو، إذا منا راح تعرف إنه الـ A capital راح يكون بدلالة الرو، فأكيد راح أكنسل شنو؟ أكنسل هذا الحد. ليش؟ لأن إذا أنت تقول الـ A capital بدلالة الرو، وبعدين تقول لي اشتق لي إياه بدلالة الزد، هذا خطأ، يساوينا صفر. فهذا لازم يتكنسل. فقط اخذ شنو؟ هذا الجزء اللي هو باشل اي زد على باشل رو، واكافئ امن بالطرف الايمن اللي هو هذا. بعدين تكامل بكل سهوله الطرفين امن بالتكامل بالنسبه للرو، راح تتكنسل المشتقه بالطرف الايسر يطلع لك الاي كابتل، وهنا تكامل رو تكعيب راح يصير رو اس 4، وطبعا هنا راح يطلع لك شنو؟ ثابت التكامل. منا راح تجي فائدة هذا الكونديشن اللي اعطانا اياه بالسؤال اللي هو A يساوينا صفر عند الرو يساوينا A، تعوضه حتى تجد قيمة الثابت التكامل اللي يطلع لك بهذا الشكل. بعدين تعوضه هنا بالنتيجة النهائية وترتب المعادلة، يطلع لك المانيتيك بوتنشال فيكتور باتجاه الـ A بار Z. Section 2.8 اللي هو Division of Magnetostatic Field. طبعا هذا السكشن هو للاطلاع فقط، يعني تقدر ترجع إلى كتابنا المنهجي الهايت إذا تريد معلومات أكثر عنه بفصل المغناطيسية الساكنة. فنشوف أنه فقط أنه يريد يوصل أنه شلون يشتق معادلات الأساسية للمغناطيسية. فهنا كل المعادلات في سبيل أنه إيجاد المعادلات الأساسية للمغناطيسية. فهنا انه لو تشوف انه بالاخير
انه we can now substitute for the divergence and Laplacian for I to obtain the desired answer اللي هو المعادلة الأساسية اللي هو الكيرل للH دائما يساوينا current density. فإذا تريدون تطلعون أكثر على المعلومات نفس ما قلنا ترجعون إلى كتابنا المنهجي اللي هو هايت. لهنا ننهي الفصل الثاني إن شاء الله. إن شاء الله الأسبوع الجاي نبلش بالفصل الثالث.